تي ليلى مالك شكلي ما كنتيش معنا في إيقاعك العادة؟ والو غير عيانة شي شوية. ياك ديما تنقول لكم نتوما راكم بحال ولادي، اللي عنده شي مشكل يقولها ليا. مالك يا تي ليلى؟ ماما ما بغاتنيش ندير الموسيقى. وعلاش؟ هي مرا محافظة وما كتحاملش مع الموسيقى وبغاتني نكمل قرايتي. ولكن الموسيقى راه حتى هي علم، واي طالب يمكن له يكمل قرايته وفي نفس الوقت تكون عنده هوايات اخرى بحال الرياضه، الرسم، الموسيقى. انا عارفه هذا الشيء استاذه، ولكن شكون اللي غادي يقنع ماما بهذا الشيء؟ انا صح، انا غادي نحل لك المشكل. صافي صافي، ما تحكي. ميرسي، يلا باي باي. باي باي. انا بالنسبه لي الموضوع مزيان والاحداث حتى هي مثيره، برافو. غير هو الطريقه باش كتبتي بحال الا قاصد شي حد. واش انت كتقصد شي حد بالضبط؟ لا سي علي، هذا المقال بالضبط ما كنقصد حتى شي حد. دونك مزيان، خلي الاحداث كيف ما هي، غير حاول تبدل لا شوت ديال لارتيكل ما واضحاش. داكور داكور سي علي. ما خليك واحد دقيقه. الو سي ادريس، اندرا، شنو عملت ملي في داك الارتيكل؟ عرفتي اش غايجيك مليح؟ غادي تعزوه بالصور ياك، وغادي تحطوه في الصفحه الاقتصاديه. بارك الله فيك. يلا سي علي. سالي مشكل ما فيه هو انني تكلمت مع السيد الرئيس المدير العام ديال الجريده، والاسباب انا شخصيا ما كنعرفهاش، ربما عندها علاقه بالخط التحريري ديال الجريده. راه طلب مني باش نبدل لك البوست، يعني توقف نهائيا على الكتابه وترجع مصحح كوريكتور. كوريكتور شي اللي كاين. والسي الرئيس ما قالش لا غيزون ديال هاد لو شونجمون هذا؟ كنظن باللي المساله مرتبطه بالاحداث اللي كتكتب السي علي، ما عندها حتى شي معنى. يا كلشي كنوافقوا عليه في الاجتماعات قبل ما يمشي للطبع. صحيح كلشي كنوافقوا عليه، ولكن انت مالك؟ قال لك بدل بدل، حيت الجريده الا بقات على هذا الحال قريبه تسد بيبانها، كلشي هرب منها. اصحاب الاشهار خواو بينا. زيد حاجه اخرى، اعلانات الدوله، ولهذا ولا سعفتيني وما ديرهاش ملي قلت صور، ما ديرهاش ملي قلت صور، قلب على جريده اخرى. شي كيبان ليا النيت. علي منين طلعتي للطوموبيل وانت ساكت؟ مالك؟ والو، خرجت شويه مبرزت من الجريده. داك رئيس التحرير قال لك نولي كوريكتور. ما فهمتش انا، واش دخلت لهاد الجريده باش نكون صحافي ولا باش ندير لا كوريكسيون ديال لي زارتيكل ديال عباد الله؟ وعلاش؟ شنو هو السبب؟ ما عندي ما ندير بالسبب ديالو،
كيبان لي انا كاع نخلي لهم الجاري يربحوا بها. اش غادي نقول لك عايل؟ انا في نظري غير صبر شويه، ما تعرف ربما تكون هذه غير موجه وديزه. ما عرفت الله ما عرفت. هادو هما التحاليل اللي طلبتي لينا يا دكتور. من المؤسف السي علي باش نخبرك باللي النتائج ديال التحاليل كتبين باللي ما كتولدش، ولكن العقم ديالك ماشي صعيب، يقدر يتعالج الا تبعنا التريتمون يكون خير ان شاء الله. ولا التريتمون ما عطاش نتيجه يعني حنا ما نقدروش نولدو؟ فهاد الحاله تقدروا تربيو بنيه ولا وليد، ولكن ما نفقدوش الامل، نتبعوا التريتمون ويدير الله خير ان شاء الله. وهاد النتيجه اللي قلتي لي يا دكتور ديال ما كنولدش، واش الي سيغ؟ ماشي انا اللي كنقول، التحاليل اللي كتقول، ولكن ما نفقدوش الامل. كنحس بحال هادوك النتائج ديال لابوراتوار غالطين. الحق الا كانوا صحاب والله باغي هادشي ما كاين، بس يبغى الله مرحبا بها. شنو ظهر لك في ديك الفكره اللي قال لنا الطبيب ديال نربي وليد؟ زعما بزاف ديال الناس في الحاله ديالنا مربين وليدات وتبارك الله كبروا معاهم ولاو بحال ولادهم وكثر. ديني عطاك عيتي ليلى. سلام عشري. صافا؟ ماما كاينة؟ كاينة. دخلي. السلام عليكم. كي دايره؟ لاباس لاباس عليك؟ كلشي لاباس الحمد لله. الحمد لله. اختات فاطمه اللي هي غير ساقره من الموسيقى. مرحبا. اسكيوز. المهم انا غادي ندخل في الموضوع، ما غاديش نطول عليك بزاف. علاش ما خليتيش تيلي تجي تقرا الموسيقى؟ ما سنى هنايا ما خوريتو جيت ادا قرا غير الموسيقى. هاتي اللي رغت كيما القرينت تيفرخين، هات ورا قرنت الموسيقى. قلت لك البنات ما كيغنيوش ولا كيعزفوا. ري غاستي تا وتا اللي خت غرينم تا جي تمار هي ريازن. قلت لي نديها في قرايتي ونبعد على الموسيقى. ولكن لا لا ما عندك مناش تخافي، تي لا راني دايره بحال بنتي وكثر. ما سنى هنايا ما هنكي غزو ندير ليس. ليس دا سلام تروى. وي ما عنديش الاولاد ورا التارو ورا درستي لي نتاروا او الا داريه وسافر هذا سنفي ما ربني واسد ربي تيسير انا درستي لي نتاروا. قالت لك راه تقدر تصاوب لك واحد الدواء باش تولدي. واخا ان شاء الله مره اخرى ونجربوا. قولي لي غتخليتي لي لا تقدري الكونسيرفاتوار؟ واخا غير سي سترات العقل اشكون هتي حتى لاباس تمدو. واخا فهمت شنو قالت. قالت لك لاله هي موافقه ولكن بشرط نتهلا فيك ونقابلك لحقاش باباك ديما مسافر. شتي انت كتفهمي الشلحه شويه وصافي. يلا المهم انا غادي نخليكم غنمشي. هو كي بدا نغير نزواتي لا مره اخرى ان شاء الله، مره اخرى نجي نشرب ان شاء الله. يلا بسلامه. بسلامه.
أكلي يا عمر. أهلي. شكرا بزاف. مو ما شاري يا بدكو. يلا تصلي في راسك حبيبي. باي باي. فكرتي في داكشي علاش هضرنا؟ فاش؟ على حساب زعما نربيو شي وليد ولا بنيره. اش غادي نقول لك علي؟ انا ما كرهتش شي وليد من دمي ولحمي، ولكن ما جابش الله. ايوا حتى دابا ما نفقدوش الامان، كلشي بيد الله. نربيو شي وليد يونسنا ويعمر علينا الدار، ومن بعد يسهل الله. شنو قلتي؟ لاباس عليك؟ لاباس. نقدم لك فاطمة مراتي. تشرفينا لالا. هادي هند بنت الدرب ديالنا، كنا كبرنا مجموعين. هند؟ منين جبتي هاد السمية؟ إوا هي اللي كنا كنعيطوا عليك بها في الدرب ولالا؟ خليوها هند، فين غبرتي؟ وغي مع الوقت والخدمة. مبقيتيش كتشوف شي حد من صحابنا ديال الصغر؟ لا لا، شحال هادي ما بقيتش حتى شي واحد. ايوا نشوف ان شاء الله من بعد. حنا زربانين شي شويه. بسلام عليك. خذوا راحتكم. هاد السيده كنت كنعرفها. صافي علي، ما بغيت نسمع والو. صافي. كتقلب على شي واحد اسلي. بغينا خويا البيرو ديال المدير. أنت الشيء يدير لي أنفاس معك رقم واحد. شكرا. لا شكرا على وجهك. عندنا أطفال يتامى أو متخلى عنهم، وكلهم بحال بحال، مربيين ومؤدبين. واش من عمر اللي عندنا الحق ناخذه؟ على حسب الوضعية ديالكم. إلا كانت المرأة خدامة يمكن لها تأخذ واحد كبير شوية، ولا كان عندها الوقت يمكن لها تأخذ واحد صغير. الوضعية المادية الحمد لله مزيانة ديالي، وأنا صحفي والمدام ديالي أستاذ الموسيقى. واخا. عندنا واحد الولد عنده 12 عام، باه ومو ماتوا في العافية، وما عندنا أثار لا ديال عائلة باه ولا ديال مو. هو كان مع الخدامة عند الجيران. 12 عام مزيانة، قدروا نشوفوه؟ عفاك قول البشير يجي لعندي للمكتب. هذا الولد اسمه البشير، سكوتي ومؤدب. زيد أولدي البشير. كنقدم لكم البشير، ولد هاد الدار وفيها كبر ومجتهد. قول لي يا ولدي، اش من قسم فاش كتقرا؟ الخامس. مزيان. اسمع ولدي البشير، هاد الناس باغيين شي ولد اللي يربيوه ويعيش معاهم ويتهلاو فيه. اش قلتي؟ واخا أستاذ. ولدنا البشير راه قابل،
ما بقات السي علي الا الاجراءات الاداريه ديال التبني. ماشي مشكل، غير قول لي شنو هما الوثائق اللي خاصين ونوجدهم. الو سيده وفاء، واش ما بالكش تما هذاك السي علي؟ شوفي الله يخليك، اتصلي به وقول له يجي عندي حالا، باغيه ضروري. خدمه ناقصه هذا ارتيكل هذا. مرحبا بك ولدي في داركم. يلا اجي تشوف دابا البيت ديالك. بشير هذا هو بيتك ولدي. عجبك؟ دابا ولدي انت ولات عندك ماماك ولا عندك باباك واللي احتاجيتها قولها ليا. واخا شكرا ماما شكرا بابا. يلا سيري ولدي دابا ارتاح شويه بما وجدت لينا ماما الغدا ونعيط لك صافي. واخا ما تصورش عالي شحال انا فرحان. البشير دخل لي قلبي من شوف الاولى. الحمد لله عمرات علينا الدار، ولكن وجدي راسك دابا غتولي مكلفه بجوج. لا 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 اسمح لي انا غادي نتكلف غير بلا يقول لي ماما. شنو زعما دابا انا هزني الماء؟ ايوا صافي انا غادي نتكلف غادي يقول لي بابا. وتقدر زعما ايوا في حقه غادي نفكر في ربع نشوف. ايوا صافي انت تفكر ربع عليا نعيط عليك. يلا واخا بشير اجا ولدي تغدى. استراحتي شويه؟
علي علي. وي فاطمة. هيا شكون هي؟ هذيك اللي قلتي لي بنت دربكم. فين هي؟ هاي علي يلاه داس من هنا. هي راه هي راه هي. ما شفت حد انا، كنت كنقرا في الجورنال. اسمح لي علي الشرا بزاف. ويلي فين ما كنمشيو كنلقاو هو بزاف هادشي. فاطمة كون غير تمشي حدا البشير بقى بوحدو سيري ونسي شوية. في الحروب اللي وقعت فيها قبل ما يجاو المسلمين لهاد البلاد، وكيفاش كانت الحرب بينه وبين الكفار. ولي يا ولدي البشر اش هاد الهضره كتقول؟ شفتي هنا ماما؟ المسلمين كانوا هازين الرايات وفي يديهم السيوف. شكون اللي قال لك هادشي؟ شفتهم. وملي هنا جا واحد قائد المسلمين كيخطب فيهم كيشجعهم، والاخرين كانوا هنا. بدات الحرب وهنا مات الكبير تاع الكفار. بسم الله عليك يا ولدي، بسم الله عليك. يلا ولدي من كل بلاصه. يلا بلاتي يا ماما. ومازال العقل هنا نزلت فرنسا تايا وحربوها الوطنيين. صافي البشر عافاك يا ولدي، الله يرضي عليك. يلا نمشي من كل بلاصه، الدنيا خاويه. يلا وباقي العقل يا ماما في هذا البحر شكون الحروب وقعت فيه. ما عزيزش عليك تلعب مع الوليدات اللي قدك؟ مش بعلا هي كتلعب بزاف في المدرسة، تلعب بالمنوسات حتى هذا لعب. وشاد اللعب كاملين وهادشي كله اللي عندي هنا راه ماشي متعلقتي. ماشي تعلقتك؟ اه ماشي متعلقتي. واخا سيدي انت دابا ما كاين حتى شي مشكل، غدا في الصباح غتقولي شنو هما الالعاب اللي بغيتي وغادي نشريهم لك. واخا واخا صباح الخير. لا غير خليه انا غادي نطفي. صباح الخير. صباح الخير. صافي ناس مازال ما خلانيش نطفي عليه الضو. البشر بالي ماشي هو هذاك، وقرا خصنا نديو طبيبه. لا ماشي على الدرجه، غير مازال ما ولفش. عرفتي ملي كنا في البحر بدا كيعاود ليا على الحروب اللي دازت ما بين المسلمين والكفار، وعاولي تاع الفتوحات الإسلامية بحال زعما كاين هو كان حاضر فيها. واقيلا غير الأستاذ ديالهم ديال التاريخ دار لهم شي درس على هادشي. يمكن، ولكن راه عاود لي هذاك الشيء اون ديتاي. ولا كيتفرج في دوك المسلسلات التاريخية وبقى ليه داك الشيء لاصق في دماغه.
والله ما عرفت. ياك سمعنا الصداع كل ما ندخلوا. ايه ولكن متخنقين ناس. ممكن يكون دار شي كوشمار. انا الشرب داك يخلاني. الا بقى كيدير بحال هكا راه خصنا نديو الطبيب. المهم نعسو بعدا الصباح ويفتح. بشير نعستي مزيان بلي؟ اه نعست مزيان. ما حلمتيش بشي حاجه خايبه؟ انا ما كنحلمش، انا كنشوف. وشنو شفتي البارح؟ شفت ولدك كيدفعني للبحر. ولدي؟ ايه ولدك اللي ولدتي مع المراه الاخرى. على باباك عنده مراه واحده اخرى اللي كان غادي ياخذ قبل منك. وهذا الشيء كامل بان لك البارح فاش كنتي ناعس؟ بان لي شو بعيني. اش يقول هذا؟ انتي كتسمعي؟ ياك ما الدري ماشي عادي داك الشيء اللي عطاو لنا باش يتبكوا منه. ما نزربوش، هو معنا هاد الايام وديك الساعه نشوفوا تصرفاته كيفاش دايره. دابا انت ما عجبكش بغيتي انا يعجبني. انا ديما تنهضر مع ماما تنقولها داكشي ديال الخرافات راه ما تيبغيه حتى واحد. صافي انا ماشي مشكل، انا غادي ناخذ. قولي ماما شكرا. ولا عندي وليد سميتو بشير. سي فري عافاك انت ليلى، ما تقولي حتى شي واحد على داكشي داز بيني وبين ماماك. لا لا كوني هانية ما تخافيش. صافي نعول عليك. اوكي يلا تعال تعال. سميتو علي كان كيلعب معايا بزاف دار الاطفال ومره مره كنت ندوز عند امو باش نشوفو. سميتها الزهره. الزهره؟ اه يا خليتيها حامله. وفين هو دابا؟ دا واحد السيد باش يربيه. فين دا؟ مدير ديال دار الاطفال يقولك فين هو. عرفتي هادشي اللي قلنا دابا ودي البشير يبقى بيناتنا. يلا ودي انت وصلتي دابا للمدرسة. شكرا لك. سلام عليكم. سلام. Oh, mi fa sol la si.
حسن جدا. الحصه ديالنا اليوم قربت سالي، باقي لنا تقريبا واحد الخمسه ديال الدقائق، غادي نستغلوها ونحاولوا نتكلموا شويه على الموسيقى ونعرف الاراء ديالكم. لان كما كتعرفوا الموسيقى هي اروع الفنون الجميله، وان علماء الجمال صنفوها في اعلى مراتب الفنون. استاذ بالنسبه للموسيقى، شفت واحد المسلسل امريكي اللي كنظن انه رائع جدا، كان كيهضر على هذا الشيء ديال الموسيقى والعلاقه ديالها بالناس اللي مرض عقليا، وبينوا بانها هي اللي كتاثر فيهم وكتخليهم يكون بيناتهم واحد التجاوب. صحيح. وكنظن ان حتى من لوكوتي سيونتيفيك استاذه، على مستوى الاعصاب اللي كيكونوا في الدماغ هما اللي كيخليو هذا التجاوب يكون قوي. صحيح. ديليلا، وفي نفس المسلسل الامريكي بينوا بان الموسيقى ديال موزار كانت كوم اون ثيرابي اللي كتعاون الشباب والاطفال باش يكونوا اذكياء اكثر. صحيح. تفضل. وكما الموسيقى فهي تغذيه الروح، فتات الرقص تغذيه للجسد، ولا حاولنا نسقوا بيناتهم كنعطيو واحد الراحه النفسيه ديال الانسان. تماما. وايضا اللي بغيت نقول لكم هو ان الفنون الجميله اي لي بوزار هي مهمه بزاف للروح والجسد، والانسان اللي ما كيعرفش يذوق الموسيقى باعتبارها فن السماع فما يمكنلوش يعيش عيشه راقيه في التذوق. على سبيل المثال نقدر نقول لكم مثلا القران الكريم. القرآن الكريم تيكون عندنا مقرئ اللي كيجول لنا القرآن، هذاك المقرئ ملي تيكون الصوت ديالو جميل جدا كيزيد يحببنا في القرآن باش نستمعوا ليه، وأيضا كنفهموا أكثر المعاني ديالو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا اليوم من الدرس. الحصة ديالو ما انتهت، نتلاقاو إن شاء الله غدا. ومن النهار خديناه هو كيتخلع في الليل، ما عرفتش واش غير تيدير دي كوشمار ولا عنده شي مشكل. بزاف الدراري كيتخلعوا في الليل، ما تنساش بلي هذه 10 سنين هو في دار الاطفال، خصو غير يولفكم. ومتاكد بانه ما مريضش، ما دارش شي ازمه نفسيه؟ ما مريضش السي علي، واش هو كيجي هو الاول في الامتحان وكيعرف الاشياء ديال الناس الكبار؟ راه هذا هو المشكل. دابا التصرفات ديالو والطريقه ديال الهضره ديالو فايته العمر ديالو، يعني ديال الكبار. الناس كلهم كيتمناو ولادهم يفهموا الاشياء ديال الناس الكبار. ويمكن عندك الحق. عافاك بغيت نسولك على واحد الوليد اخر سميتو علي، ومو سميتها الزهره. اه نتذكر هذا الولد. دا واحد السيد ما كيولدش ورباه. مو اسمها الزهره بنت الفضيله. دابا راه في فرنسا. ما كنعرف شي حد من لافامي ديالو وباغي غير نتهنى عليه. عافاك الله يخليك، الا كندخل من فرنسا ما كرهتكش تعلمني باش نشوفو. ماشي مشكل، احنا على اتصال. فالله اعطاه نورا من هدايته، مشكاته من سنى الاقلام والكتب، يعطي الكثير ولا يرجو له ثمنا، فهو الكريم وغيث دون ما سحب، ولم يضق أبدا ذرعا بواجبه، كالنهر يجري ولا يشكو من التعب. بغيت نفهم علاش ما كتنتبهوش ملي كيكون المعلم كيشرح الدرس. كنوصيكم وليداتي بالانتباه، لان ملي ما كينتبهش راه ما عمرو غادي يفهم، وما عمرو غينجح، وما عمرو غادي يوصل. انا مثلا، انا ملي كنت صغير كنت مجتهد. علاش؟ حيت كنت كننتبه، كنت ديما كنجي انا الاول، حتى نجحت في البكالوريا. البشير مالك؟ علاش كتكذب علينا وسطك؟ اش كتقول؟ اش هاد الهضرة؟ علاش كتكذب علينا؟ البشير ياك ما مريض؟ انت اللي مريض بالكذوب. شحال الهضرة؟ سير راسكو هنينا. انت كذاب. فاش كذبت عليكم اولدي؟ فاش؟ قلتي انت اللي كنتي كتجي الاول في القسم، ماشي انت. واحد الولد اسمه برايم هو اللي كان كيجي الاول، وانت خرطوك كتنقلب في الامتحان. كون ما جاش باك يرغب عليك كون طردوك من المدرسه. خرج عليا برا، سير مع دوزك، خرج برا. حسنتك عند المدير ونتفاهموا مزيان. مازال كاع ما سخنتي بلاصتك ومازال كتقول فاز الهضره. يلا خرج برا. هذا راه مريتي شويه، ما ديوش على الهضره ديالك.
بحال التلاميذ ما خصهمش يكونوا عندنا في القسم، نكملوا الدرس ديالنا. إن المعلم للعلياء يحملنا وفي يديه غراس العلم والأدب. شكون؟ أهلا هند، صافي لونطون. علي؟ سميتي الزهرة علي ماشي هند، ولا حتى سميتي تايا نسيتيها؟ ادخل بعدا. لا زربان شوية، جيت غير نسولك على شي حاجة. شنو كنتي كديري في دار الأطفال داك النهار؟ مش تسول على ولدي. عندك ولد؟ آه عندي ولد. وفين هو باه؟ باه 10 سنين هو غابر، دابا عاد بان. اشنو بغيت تقولي يا زهرة؟ أنا زعما هو باه؟ حيت أنا براسي ما كنتش عارفة راسي حاملة، حتى مشيتي. أنا إلا مشيت لحقاش ما بقيناش مفاهمين، تفارقنا، ولكن عمرني ما عرفت بأني عندي ولد منك. حتى أنا مشيتش كنجري نقلب عليك، وقلت لك تعالى راني حاملة. أنا بغيتك ترجع ليا حيت كتبغيني، فهمتي؟ علاش خليتي ملي ما باغاش تقولها لي؟ علاش؟ حيت بغيت تبقى عندي شي حاجة تفكرني بيك، فهمتي؟ داكشي باش لحتي للخيرية. أنا ما لحتوش في الخيرية، هو عايش دابا أحسن عيشة، ديك العيشة اللي ما غاداش نقدر نوفرها لي أنا. شنو زعما أنا كنولد؟ ماشي أنت اللي ما كتولدش عالي، مراتك هي اللي ما كتولدش. شنو سميتيها زهرة؟ عالي، سميتو عالي. دابا أنا دكتور تقريبا شرحت لك كيفاش دايرة الحالة ديالها. نعم لا أنا ما كيبانش ليا بأن حالته خطيرة، إنما الأطفال في هذا السن كيحتاجوا لاستقرار نفسي وعائلي، وبما أنه جا من دار الأطفال هذا كيعني غالبا بأنه كيفقد هذا الشيء، وكنصحكم دابا باش تحاولوا تقربوا ليه وتواصلوا معاه وتشاركوه بزاف د الحوايج. واخا دكتور غادي نحاولوا إن شاء الله. ولا ما بانش لكم شي تغيير كبير حاولوا تتصلوا بيا ولا تعاود تجيبوا لي أنا باش نشوفوا. واخا دكتور. Merci. Je vous en prie, madame. Salam. Bachir, من كتجيب هاد الخبر؟ شكون كيقولها لك؟ حتى واحد. سير سير سبقني المكتب ديال المدير. بحال هاد الهضره ما تبقاش تقول عندي في قسم واخا. انا استاذ ما كندوي حتى كنسمع الكذوب. سير اولدي سير. مصيبه هادي، عارف عليا كلشي. انت كتعرف الاستاذ طارق باللي البشير تلميذ جديد عندنا، والتقرير اللي توصلنا به من المؤسسه ديالو كيبرهن باللي هو تلميذ مجتهد. التقرير ديال المؤسسه اللي كان فيها وإلا أنت ما قبلتيش يكون في القسم ديالك نقلوه للقسم ديال الزوجة ديالي. ماشي مشكلية. أنت غتشوفي أنا راه خلعني، هذاك راه ماشي طفل نورمال. وفين هو دابا؟ ها هو خليته كيتسنى على برا. دخلوا لعندي دخلوا. واخا سعادة المدير. دخل أولدي دخل. اش هاد المشكل اللي وقع بينك وبين الأستاذ طارق؟ المهم غنقلوك لعند الأستاذة خديجة، وما نبغيش هاد الشيء يتكرر. احترام المعلمين واجب على أي تلميذ. شوف مثلا أنا ملي كنت صغير كنت كنحترم المعلمين ديالي كلهم، وكنت ديما كنجيب 10 على 10، حتى كبرت وأصبحت في هاد المستوى اللي أنا فيه. حتى أنت كتكذب السي المدير اللي كان الأول في المدرسة هو ولد صنباطي، دابا راه هو مهندس فرنسا
وانت كنت كتجيب ليه ما ياكل باش بدا يوريك. استغليت الفقر ديالو باش تنجح. وانت كتعرف ولد السنباطي؟ اييه كنعرفو. وبلي ما راه كان با حداد، وانت با كان بيع ديال المصارف ايام الاستعمار. اش هادشي كتقول؟ زعما راك في المكتب ديال المدير. انت ما مربيش. واش كتعرف بعدا شنو كتقول؟ ما قلت والو. قلتي على بات راجلي بيع ديال النصارى وما قلتي والو. سمحوا لي انا كنقول غير اللي كنعرف. ومشكله هذه. المهم الدراري كيقولوا غير داكشي اللي كيسمعوا من والديهم في الدار. لا با كان بيع ديال النصارى في ايام الاستعمار، وكان هو السبب الموت بزاف ديال المقاومين، ومرات بنت الوافي وعبد الله بسر غير مربيها. ايوا صافي بقاو لك غير والديا انا اللي ما جبتيهمش. سير عافاك سلقني القسم. مزيان تبارك الله. هاد الولد هذا اكيد عنده شي مشكل وخصو يشوف شي طبيب نفساني. ماشي وقته حتى انت هادشي. ويل بشير حتى هاد الجواب صحيح. شي دابا ولات عندنا 20 نقطة. وجيت انا الاولى في هاد المسابقة. شكون اللي ربح ماما؟ انا ولا انت؟ ويلي يا البشير علاش شكون اللي ربح؟ ياك انت ولدي الا ربحت انا بحال ربحتي انت. وزيدوا مع البشير انا هاد المسابقه عزيزه عليا. عرفتي علاش؟ حيت كيعطيو فيها سيدي اسئله كتعلق بالتاريخ القديم، وقليل فاش كنت كنربح حتى جيتي انت. قولي البشير كي كدير تا كتعرف هاد الاجوبه؟ انا كنشوف وكنقولها ماما. انا ما كنكذبش. لا ولدي انا ما كذبتكش، انا غير بغيت نعرف هادشي واش كيبان لك ولا عشتي. صافي شفتو بعيني. انا غادي نوض نعس. تصبحي على خير. واخا تي نعطي في البيسي وغنعس. تصبحي على خير. شتك اليوم ساليتي بكري من الفورم ديالك؟ عرفتي سيدي علاش ساليت بكري؟ حيت البشير هو اللي جاوب على الاسئله كلها، والاسئله كانت صعيبه كلها كانت كتعلق بالتاريخ القديم. عجب ما عرفش بلي كيجيب هاد المعلومات كلها. على حسب داكشي اللي قال لي غادي يكون فريمون تيشوف الماضي. واش علي ما كيبان لكش غريب؟ واش غادي نقول لك؟ الدري تبارك الله عليه حاله خاصه. اش كاز المعافاك يا فاطمه؟ واخا ديال باقي تيقولوا لنا ولاد البياع. وهاد الكلمه تضرني ما عرفتش كي داير البشير حتى عرفها. على هاد الحساب ماشي انا بنت عبد الله بصير، بنت الوافي. هو يعلم الله شكون هو هاد الوافي. خصك تتاكدي واش بصح باك هو الوافي ولا الحاج عبد الله. انا ما كيهمنيش الماضي، اللي كيهمني هو الحاضر والمستقبل. ولكن خصك تعرفي بعدا شكون هو الحاج الوافي. شكون بغا يكون؟ ولا قلت لك الحاج الوافي هو مول هذا الريستور وعنده الملكات بزاف، وهو واحد من اكبر الاغنياء ديال البلاد. اش غتقولي؟ ايوا هذه هضره اخرى. دابا هادشي كله ديال با. ايه هادشي داخل في الملكات ديال باك، لكن تتاكدي اللي هو باك. وعلاش غادي نتاكد؟ الا كان داكشي اللي قال على باك بصح، حتى انا داكشي اللي قال عليا غادي يكون بصح. وكولي بعد كولي بصح.
فاطمه صافا صافا قول لي علاش عيطتي لي نتسناك انه ما جيتيش للدار ديريكت؟ خديت رونديفو مع واحد جينيكولوج اخر. وعلاش؟ غير بغيت نتهنى وصافي. طيب كلشي كيقول لي من الاحسن نشوفو طبيب اخر. اش غادي نقول لك هادي؟ انا ما عنديش مشكل، بغيتي تمشي شي جينيكو واحد اخر نمشيو، هادي الا كنتي انت غترتاح. اش كدير تخيتي عاوتاني هنايا؟ واش علي حنا فين مشينا كنلقاو هادشي راه بزاف؟ هادي ما تكون جايه تابعك غير انت، انا ما كنعرفها. صافي فاطمة مبقيتش تعمل راسك بالخير خير دابا نمشي. بنتي انا بغيت نسولك على شي حاجه وما بغيتكش تقلق عليا با. علاش بغيتي نتقلق بنتي؟ قول لي با، واش انا بنتك ولا غير مربيني؟ منين جبتي هذا الكلام؟ ماشي مهم منين جبتو با، ولكن راه وصلني. اسمعي بنتي، انا ربيتك وكبرتك. إيه؟ كنتي احسن بنت في قرونك. دابا عافاك بنتي، نسي عليك هذا الكلام. ولكن با انا راه بغيت نعرف الحقيقه. انت عرفتيها عندك ما تغيري، فات الوقت باش تغيري. هي الوافي هو با. الحاج الوافي هو باك الحقيقي. انا غير مرضيك. سالي، حسب التحليلات والفحوصات اللي درنا كيتبين لنا بان السيده فاطمه هي اللي ما كتولدش. انا اللي ما كنولدش؟ إيه؟ لا فاطمه، انت اللي ما كتولديش. هي دابا كاع داكشي اللي قالته الطبيب الاخر كله غلط. بعض المرات التحاليل ما كيصدقوش، وانا بنفسي شرفت على هادشي من الاول حتى الاخر. انا متاكد بان هادشي 100% صحيح، وانا كنتحمل المسؤوليه دي كلها الى تبين العكس. ولكن ممكن يكون شي علاج؟ معلوم ممكن، حنا غنديروا اللي علينا والكمال على الله. ما تهزيش الهمه فاطمه، حنا غادي نتبعوا العلاج ونشوفوا. السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام. الله يخليك البيرو ديال الحاج نواف. تفضل على عيد كلام. شكرا. السلام عليكم اختي، الله يخليك، بغيت نشوف الحاج الوافي. واخا لاله، شنو نقول للمدير؟ قولي لي واحد السيده سميتها خديجه. خديجه اش؟ خديجه بنت، قولي خديجه بنت الحاج البصير. واخا لاله، تفضلي ارتاحي ونمشي نقول عليه. شكرا. Thank you.
عرفتي شنو قال لك؟ قال لي راه ما تيعرفكش، وحتى داك السيد اللي قلتي لي راه ما تيعرفوش. نمشي تنجي نهار اخر. لا لا، راه قال لك ما تيعرفكش، وحتى الوقت باش يشوفك راه ما عندوش. صافي اختي انا غنمشي، عافاك بغيت نسولك قبل ما نمشي، واش سميتوني الوافي؟ اييه سميتو الحاج الوافي. صافي اختي شكرا. ما فهمتش انا هاد المدير مالو معايا هاد الايام. مالو؟ من الصحافي ردني كوريكتور، قلنا ما كاين باس، ودابا بغاني نتكلف بستوندار. هذاك ما كيحسبلو انت داخل الصحافه جبهه. قول له راني خريج معهد العالي للصحافه. وراه عارف. قال لك لا لا، ما بقاش كيهمو الاخبار اللي كتعلق بالثقافه والرياضه، باو دابا غير فضايح ديال عباد الله. ما عرفتني غنجيب لي انا هاد الاخبار. انا بابا نعطيك الخبر اللي بغيتي. بحالاش؟ انا كنعرف واحد الوزير ولد عائله كبيره، نجح غير بالغش. شنو دار؟ جاب ديبلوم كبير مزور من الخارج وباباش ولا وزير. ويلا جاب ديبلوم زور، يعني خدام بالغش والغشاش معلوم ما يخدم بلاده بنزاهه. معلوم؟ قول يا ولدي، الوزارة بخورين ديالنا كتعرفهم؟ تبارك الله عليك السي علي، ما عندي ما نسالك. انت دابا يمكننا نقول عليك بلي وليتي صحفي مهني 100%، وان شاء الله غادي ترجع لبلاصتك افيك اونور. ولكن واش تقدر تقول لي كيفاش حتى كتوصل لهذا الخبر وهاد الفضايح ديال الوزاره ديالنا؟ والمصدر ديالي انا متوق فيه، غير هو كنتاكد من اي خبر كيعطيه ليا قبل ما نكتبه. دايوغ الرشوه ديال 300 مليون راك شفتي الوثائق ديالها، غير هو مون نافي هاد الخبر حيت موجوده، غير ما كرهتش ما تنزلوهاش كلها في مره واحده، كل اسبوع على كل 15 يوم ينزل خبر. بطبيعه الحال لان بحال هاد الخبيرات هي اللي كتهم المواطنين. ايوا سيدي، حتى انا معكم في الطريق. الخبر ديال الفضايح ديال المسؤولين ما كاين غير هي، نريبوها على الكبار حتى تريب علينا حتى حنا. لا ماشي حتى انا حد. اللي بغيت نقول لك هو ان بحال هاد الخبر هي اللي كتهم القراء، لانها كترفع من مستوى الجريده، وبالتالي حنا كنربحوا اكثر واكثر الاعلانات والاشهارات. ولكن بغيت نسولك كيفاش كتوصل لهاد الاخبار عاد كتبدا تبحث فيها؟ ايوا لي كونسين ديالكم، انا اي صحفي مسؤول خصو يحافظ على مصدر الخبر ديالو ولا لا؟ دابا بغيتي تخبي حتى عليا انا؟ ايوا ما وصلتيناش باش نستثنيوك انت. كتعرفني بصدر ثقه، قول ما يهمكش. ديزولي شيف، ما نقدرش. على راحتك، بغيتي تقول قول، بغيتيش تقول انت حر. ولكن الاستنتاج اللي كاين هو ان هذا السيد اللي كيزودك بهذه الاخبار قريب من زون شوط ليسبا. يمكن قال لك الحاج يكون موجود، راه غادي يخرج دابا وعنده الرونديفو، ما بغاش يتعطل عليه. سير. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام. فيلا الحاج الوافي هي هذه؟ هي هذه اختي. عافاك اخويا، كاينه مراته. شكون اختي انت اللي كتسولي عليها؟ قول ليها واحد السيده كتعرفها، ولا عرفتي شنو؟ قول ليها خديجه بنت عبد الله البصير. الله يرحم لك الوالدين اختي، بعدي شويه ليه حيت الحاج غيخرج دابا وما كيبغيش اللي يبقى واقف لي حدا الباب الفيلا ديالو. الله يرحم الوالدين. من بعد. اختي الله يرحم لك الوالدين، لا تعطيها ما تدفعهاش، خليها. ياك لاباس، اش داكشي يا بنتي؟ انا اللي جيت لعندك للشركه وما استقبلتينيش. كتعرفيني؟ انا خديجه اللي خليتي عند الحاج البصير. خديجه؟ خديجه. خديجه اللي ربى الحاج البصير. الحاج البصير، حاج فينا هو هاد الحاج البصير؟ فينا وعيت انا ما نقلب عليه ولا اثر له؟ موجود. فين؟ اتيني به، فينا هو؟ دابا يكون عندك. سير مع السيده وصلها وجيبوا الحاج البصير. سير بنتي سير. Thank you.
مرحبا مرحبا السي عبد الله. مرحبا مرحبا. الله يبارك لك. مرحبا مرحبا. نهار كبير هذا، نهار كبير هذا. الله يبارك لك. وغبورات هذه سبحان الله ما تشوفني حتى شمنا. وانا كنت قلت لك خلي عندك الدريه، ومره مره زورني انت مشيتي غبرتي. انا كل شيء من مراتك، مراتك ما كانتش باغاني نعرف حتى الدار. هذا الشيء علاش اضطريت انا نغبر. مرتي الله يرحمها شتي هذا باش دات معاه من الدنيا والو والو. هذه بنتك شوف تبارك الله كيفاش ولات. اجي يا بنتي اجي يا بنتي اجي يا بنتي اجي يا بنتي. غادي نعوض لك كل شيء ما فات. شغل حماضة السي علي. مسيو المينيستر غيرفع بينا دعوة. إوا شفتي أخبار الفضائح فين وصلتنا؟ بالعكس ما تشوفش هكاك، شوف شحال من عدد بعنا غير البارح على ود الفضائح اللي فيه، ومازال المبيعات كتزاد. وعلى كل حال أنت غتكمل على شغلك، وغتقلب ليا على دوك الخبيرات الطرية اللي كتهم القراء والمواطن. كاين الخبر ديال واحد الوزير استغل النفوذ ديالو باش ياخذ الارض ديال شي ناس. لا لا لا، حنا تخلينا غير مع هذا الوزير اللي باغي يرفع بينا دعوه. من حق الراي العام يعرف ويتابع درجه النزاهه ديال المسؤولين ديالنا. والرئيس المدير العام شنو كيقول فاش حجب الحال؟ ولكن راه يقدر شي نهار يطلب منك ملي كتجيك هاد الاخبار. عمرو ما غادي يعرف ملي كتجيني. وحتى انت السي علي كتقلب على المشاكل. الا ما عجبوش الحال شغلو هذاك، عطى الله الجرائد مع من نخدم. لا لا ماشي هذا هو الحل. كنظن بلي انت بديتي معنا في هاد الجريده، دابا خصك تكمل. عندك الحق، الا بغيتي تستر على المصدر ديال المعلومات ديالك راه حتى شي واحد ما يسالك شي حاجه، حتى شي واحد. واحد الشيء على باقي كنشوفو. مازال تنشوفو. وسلم عليه الا شفتيه. يسلم عليك الخير. قلت لك بنتي لا بدا تجيب وليداتك لهنايا عطا الله التوسع فين يلعبو، وانا خصني غير اللي يونسني. واخا با اللي بغيتي. وبغيت نقول لك هذاك التعليم اللي انت فيه خرجي منه كاع. ويلا جلست من الخدمه باش غنجلس ندير؟ غادي اش تبركي عطا الله ما يدار. انا خصني اللي يوقف معايا في المشاريع ديالي واللي يعاونني. اييه واخا. وبغيت نقول لك عاود ثاني هذاك الراجل عندك احسن لك تفرقي معاه احسن. ولكن راه راجلي وبات ولادي. كان راجلك دابا رزق اللي كان جا معكم تقاضى عائلتنا ماشي هي عائلتهم. هي بغيتيني نتفرق معاه. بركة عليك بنتي من ايام الجوع والفقر والبؤس والحرمان عائلتهم. ونزيدك واحد السر اخر، باه راه كان بياع ديال النصارى. ولا لا سي عبد الله؟ وعندك الحق كان بياع ديال النصارى. واخا صافي. هضر معايا المعلم ديالك وقال لي يا ولدي بلي درتي ليه مشكل البارح في القسم اللي جبتي ليه الماضي ديالو. ها ولدي عافاك، ما بقيت هضر مع حتى شي واحد، خلي الناس تدبر راسها. واخا ما بالحق داكشي اللي قلتي لي انا على الوزير راه عجب المدير ديالي، وراه بغاوني نكتب ليهم شي مقال اخر بحال داك الشكل. شتي ولدنا الباشا شحال ولا مهم. ايوي داكشي يا ولدي باش بغيتك تقول لي الماضي ديال شي وزير اخر ولا شي واحد مهم في البلاد. صافي وعاد دابا كتشوف بقاش نجبد الماضي الناس. لا ولكن حنا لا ماما. ما عجبتوش الطريقه باش هضرنا معاه.
تيلا اجي بغيت نهضر معاك. واخا عندي مشكل مع البشير، تقلق منا البارح، دابا بغيت ندير البحر باش نتصالح معاه، بغيتك تكوني معانا. بكل فرح استاذه، حتى انا باغا نشوف. قولها لماماك. واخا عندك صافي. انت دابا عرفتي شكون هو باك واعترف بك، وانت الوريثه الوحيده ديالو، اذن دابا ضمننا المستقبل ديالنا الحمد لله. اللي خصك تعرف دابا وهو ان با طلب مني باش نستقل من التدريس ونعاونو في اداره الشركه والاعمال ديالو. ايوا انا نبقى مدير. انت ايوا انت شوف باك شنو خلى عليك. شنو بغيتي تقولي؟ هذا الشيء اللي كتسمع واللي خصك تعرف وهو انه وصل الوقت اللي كل واحد فينا يشط الطريق ديالو. كل واحد فينا يشط طريقه؟ معلوم، حيت الا جينا نشوفوا اصل كل واحد فينا، انت الله يستر ولد واحد الراجل اللي كان بيع ديال النصارى. ايوا انا الحمد لله بنت واحد الراجل معروف ومن عائله كبيره. خديجه اش هادشي كنسمع؟ كتسمع الحقيقه ولا ما عجباتكش؟ هاد العشره كلها دغيا نسيتيها، حيت باك انت غني وبا انا فقير. ايوا راه الزمان كيتقلب، وبا ما بغى لا الاصول ديالنا تخلط بالاصول ديالكم ولا الدم ديالنا يتخلط بالدم ديالكم. ما كاين باس لالا خديجه، سيري عند باك، ولكن خصك تعرفي باللي واحد الراجل كان معاك وكان كيبغيك الوقت اللي كنتي بنت البصير. ما كيهمنيش، اللي كيهمني دابا وهو نشوف القدام. ايه حتى اللي رباك وكبرك سامحتي فيه. الو اهلا سيدي بخير. كيف ما وعدتك راه سي مونير رسل لي واحد الايميل تيقول فيه باللي نهار الاربعاء غادي يجي ونهار الخميس غادي يجي يزورنا هنا. شكرا بزاف اللي علمتيني، بغيت نشوف علي الصغور. ايوا انا نعيط عليك الساعه اللي يكونوا عندي هنا، انا نعيط عليك. مع السلامه. كيعجبني نشوف البحر. شحال في عمرك هاتي ليلى؟ انا عندي 17 طن. وانت؟ ما عرفتش. تاتا فاطمه قالت لي بلي عندك 12 طن. ما عرفتش، مازال ما حسبتش. ضحكتيني. كيفاش مازال ما حسبتيش؟ هي دابا انت اكبر مني. فاش غادي نحسب؟ غادي نقولها لك. صحافي كيحترم المهنه ديالو، انا كنتاكد لك بان السميه ديالك ما غاديش تذكر، والغرض من الصحافه هو توصل الحقيقه للشعب. انا داكشي اللي قلت لك راه هو اللي كاين. انا بنفسي مد لي السيد باليزه ديال 300 مليون ومديتها رشوه للجهه الاخرى، وداكشي داز بسريه تامه، وهذا هو الدليل. مزيان كلشي باين، العمليه داز والفلوس تعطاو والدليل ديال التحويل ديال البنكه كاين، وحتى هذا دليل مزيان كيبين كيفاش تحولوا الفلوس لحساب اخر من بعد 3 شهور بالتقسيط باش ما تبانش الاثار ديال التحويل. المهم من هادشي كله هو ان الرشوه كاينه. كنشكرك بزاف على التعاون ديالك. بشير علاش انت سكوت؟ دوي شي شويه، انا راه بحال اختك اللي كبر منك. تيلينا انا راه ماشي صغير، انا راه كبر منك. واخا نعيط لك خويا الكبير. سمعيني تيلينا، انا ما عارفش راسي،
وكيفاش بغيتي نقول لك شكون انا؟ قلت لك شي حوايج غادي تخلعي. قول وما عنديش مناش نتخلع. انا كنعرف الناس كلهم بحالك تعيش معاهم وعارف شنو جرى لهم. انا كاين ولكن وقتاش مازال ما عرفتش. الحجاج ديالك السي علي ثابته، تنهنيك. وكنحاولوا نديروا اللي قدرنا عليه. وانا من جهتي كنتسائل وقتاش غيوصل النهار اللي تولي فيه الصحافه نيت هي صاحبه الجلاله، تقدر تطيح ريوس كبيره بحال في الدول المتقدمه. هذاك هو مقياس الديمقراطيه. معلوم تماما. ولكن فرسك صاحبنا سيد الوزير ما قدرش يرفع دعوى بالجريده. وعلاش؟ خفت بان الحقيقه على ود الوثائق اللي جبتي لنا ثابته. وغير كمل على شغلك، استمر. سي با بوسيبل الباشير. فهمتي شي حاجه؟ فهمت ولكن غير بلاتي. واش هادشي اللي كتشوفو، واش كتشوفو في المنام ولا كتشوفو في الواقع؟ ما عرفتش هادشي ليلى. واخا نرجعو للمهم، علاش ما بغيتيش توري لباباك المعلومات اللي بغا؟ زعما راك انت ولدو وهاد المعلومات راه محتاج لها في الخدمه ديالو. خفت من الحقيقه تبان والناس يعرفوا باني انا مول الاسرار. ماشي مشكل، انت هو الحقيقه وهذا هو المهم. وليداتي يلا مشيو. ولا باقي ما شبعتوش من البحر؟ الا بلاتي عافاك ماما. واخا سيتي ماشي مشكل، غنتسناو واحد شويه ونمشيو. الله، هذه فرصه سعيده السي منير، زارتنا البركه. شكرا. هذا السي علي توا قدا من عندنا واحد الوليد كيربيه. تشرفينا سي. تشرفينا سيدي. ولدي علي واش باقي عاقل على هاد الدار؟ وي جو مي رابيل بيان. يا قلت لك اولادي يدخلوا المغرب تكلم بالعربيه. داكور بابا، اسكو جو بو جوي لابا؟ واخا سير تلعب ولكن رد بالك اولادي. داكور. مشوي عليك. قول لي يا سي منير، كي دايرين مع هاد الوليد؟ ولفتوه ولفكم؟ اولا ولدك تبارك الله عليك ولفنا واحد الدرجة ما كتصورش، وحتى من مرتي خاصك تخلى عليك ولفاتو بزاف. وما حاولتوش تسولو على مو ولا با الحقيقيين؟ لا، هو ملي جينا خدينا منا ما عرفنا والو على الماضي ديالو، وحسن ما بغيناش نعرفو لان مشينا تقلبنا على داكشي اللي فات غنطيحو شي حاجة ما تعجبناش، حسن نخليوها بحال هكا. وانت سي علي كي داير مع هاد الوليد اللي مربي؟ مزيان. بالنسبه لهذوك اللوائح ديال التلامذ، واش نديروا الاناث بوحدهم والدكتور بوحدهم ولا نهضروا على هذا الشيء في الاستراحه ان شاء الله؟ واخا بشير اجي ولدي بغيتك. ولي البشير الهضره اللي قلتيها لي انا ومراتي كلها بصح، داكشي علاش بغيتك تقول لي واش كتعرف شي حاجه على الوافي؟ كلش. بحالاش؟ هو كان خدام مع واحد اليهودي وداك اليهودي مات. Thank you.
انتي اللي في مشيت اليوم انا والبشير. علي علي. وي فاطمه مالك؟ لا كنت ساي شويه. شنو قلتي؟ قلت لك اسيدي مشيت للبحر انا والبشير وعجبو الحال واقتنع باش يقول لك كاع على داكشي اللي بغيتي. مزيان. اش بحال ما عجبكش الحال؟ لا بالعكس. مالو؟ الا قال لك على ديك الاخبار المهمه اللي بغيتي غتولي اهم صحفي في الجريده. بيني وبينك فاطمه، ما جاكش باللي كنفكروا غير في روسنا ونسينا الحاله ديالو؟ خصنا نديوه يشوفوا شي سبيسياليست. علاش خلق هذا المشكل بيني وبين خديجه مراتي؟ علاش؟ ما كاين حتى شي مشكل تما السي المدير. كتب الله واحد النهار تجمعتو وكتب الله واحد النهار تفرقوا فيه. وبهذا السهوله السي الوافي. الاصول ديالنا انا وياك ماشي بحال بحال. انت بعيد علينا وباك كان بياع ديال النصارى، وانا ما يمكنش ليا بنتي الوحيده والوريثه ديالي يكون مزوج بها واحد با خائن. وغير انا بوحدو اللي خاينه؟ وانت السي الوافي منين جاتك هاد الثروه؟ منين كلها؟ وفين هو اليهودي اللي كان مشارك معاك غير جاو مات هكاك؟ وفين الصبليوني مسيو لوبيز اللي لقاو حتى هو ميت؟ شكون اللي قتل؟ والوراق اللي جبتي ليهم وقلتي بلي شاري منهم الشركه؟ ماشي وراق مزوره كلها. وعندي الدليل السي الوافي، وانا اللي غادي نحرمك من الثروه ديالك كيف حرمتيني من ولادي. السي الوافي هاد الهضره باينه باش كل واحد يعرف الاصل ديالو، وانا الماضي بغيت ننساه، ولكن انتوما اللي كتخليوني نجبدو. فاطمة عقلتي على ديك الهضره اللي قال لينا البشير نهار جبناه على قبل داك الولد اللي عندي؟ عقلت. ما سولناش زعما واش فين هو داك الولد، ولا تاكدنا من ديك الهضره واش بصح؟ صافي علي، حتى انت هي واحد غير هضره خاويه. لا ولكن الا جاب الله كانت بصح وعندي نيت ولد. علي ليك ما ديرش مره اخرى عليا وانا ما خباريش. لا وانت عارفه انا ما كنتش مزوج قبل منك، غير هو كنت كنعرف واحد السيده. ما فهمتش علي شنو بغيتي تقول؟ زعما ويلا كان عندي ولد منها وانا ما عارفش، هذا غير احتمال ولكن اون سي جامي. بشير بغيت نسولك اولجي. اش كاينه ماما؟ باباك كانت عندو شي مرا اخرى؟ واش عندو شي ولد؟ ايه فاطمة غير سوليني انا بلا ما ديرونجي الدر. قلتيش ليا؟ شنو بغيتي نقول لك؟ غتقول لي بلي كانت عندك مرا. ما كانتش عندي مرا فاطمة، صافي لونطون قبل ما نتزوج بك كنت كنعرف واحد السيدة بحال كاع لي سيليباتير، ما تفاهمناش وسالت العلاقة ديالنا. ولد معاها؟ يلاه اكتشفتها، ما كنتش كنعرف. شكون هو هاد الولد؟ ياك من البشير؟ تي كخوا كل البشير إلا كان هو ولدي غادي نخبي عليك؟ ولدي مربيينو شي ناس في فرنسا كيما حنا مربيين البشير.
شفتهم اونسومبل هاد اليامات، ما نقدرش نقول لهم بلي انا هو بابا. المهم في هادشي هو انه عايش مزيان معاهم، كيعتبرهم والدين. وشكون هي بسلامة هاد المرأة؟ هاديك هند ولا الزهرة اللي كنتلاقاو ديما. انا اللي غادي نديه. راني ديت حدا المدرسة ديالو. هاك بابا كمل مشيت ومني تسالي سير خد الكارطاب ديالك. واخا ماما. سير دي ولدك اللي عندك مع المرا اخرى. اما هذاك راه ولدي انا، وانا اللي غادي نديه. هضرنا في هذا الشيء البارحة فاطمة، راكي زعما بعقلك تبدلت يا علي. النهار اللي عرفتي راسك كتولد وعندك ديجا ولد مع ديك الزهرة ولا فاطمة ولا ما عرفتش اش يقولوا ليها، مشيتي كتقلب عليه. ياك عندنا ولد علاش كتقلب على واحد اخر؟ علاش بغيتيني دابا نعرف عندي ولد وما نحاولش حتى نقلب عليه ولا امو نعرف مع من عايش؟ ديري راسك في بلاصتي. انت ماشي كتقلب غير على الولد، انت كتقلب على الولد وعلى امو. فين ما مشينا كنلقاوها. ولا قول هي مازال طامعه باش ترجع ليها. فاطمه انت راك في حاله ما غتقدري لا تريزوني ولا تسمعي ليا. اما ديك هند ولا الزهره ما بقاتش كتهمني، وعمرني ما نعيب عليك لفات بانك ما كتولديش. هذاك الشيء ديال الله. انا كنبغيك انت يا فاطمه، وبغي نكمل حياتي معاك انتي، وهذا الشيء خويه من راسك. وملي تكالماي غادي نعاودو نهضرو. انا دابا غادي ندي البشير للمدرسه. الو علي. وي فاطمه. عندي لك خبر زوينه، انا حامله. سي با فري. مبروك عليك، مبروك علينا كاملين. غادي يولي عندك واحد خوك ولا اختك. ماماك فاطمه حامله. قصدتوها الحاج. الله يجيب الشفاء. يا ربي امين اختي. الله يشفيك. شوفي يا بنتي، خصك ترجعي لراجلك. لا با، انا وياه ما بقيناش مفاهمين. صافي. سمعتش تنقول لك رجع لراجلك؟ راه ولد الناس. ولد الناس؟ ياك با قلتي لي اصله خايب.
بزاف الناس الماضي ديالها ما مزيانش. هاد الماضي تيخصنا نمحيوه. البلاد باغية منا شنو درنا اليوم، ماشي الأغلاط ديال البارح. صافي أبا، ديها غير في صحتك دابا، تتبرى ويكون خير. بشير فين غادي يا ولدي؟ بلات يا بابا، هدرت نعرفها. هالدرب كله تنعرفه. علاش فين جيتي لهنا؟ لا انا كنت ساكن هنا. هالدر ديالي هالدر كنت ساكن فيه انا ومراتي وحتى ولادي. شوف هذا اللي خارج، راه ولدي اسمه عبد المولى. عبد المولى، عبد المولى، انت هو عبد المولى؟ ايه. اخوك هو عبد الواحد؟ اه. وباك مات، علاش تسول؟ هذا ولدي البشير، راه يمكن اخويا كيعرفكم، غير شد لي الخاطر شويه. باش ماش باك سيدة. صافي. امك هي حليمه، واش كتعرفنا ولا؟ بغيت ندخل الدار نشوفكم ونشوف خواتاتك عيشه ومينا وفوزيه. واش كتعرفنا نيت؟ بلاش انا غادي نقول لك، زيد نوريك واحد الصوره ديال باك بجلابيته بيضة وبلحيته. واش باقي فوز الدار؟ ايه. بغيت ندخل نشوف امك حليمه لابد. دير لي عفاك خاطر. واخا سيدي تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ولدي البشير، واش هاد الناس كتعرفو منيت؟ انا راه ما فهمت والو لهاد الشيء ديال ولادك وانت باهم. عندك اولدي دير لي شي مشكل معاهم؟ لا انا باقي عاقل بلي انا هو باهم وانت فيك سيدة. تفضلوا سيدي تفضلوا. يلا ندخلوا. سلام لالا. سلام سيدي. سلام وليدي، مرحبا بكم. تبارك الله عليك. اسمح لينا لالا هجمنا عليك، راك نديت غير انا ولدي من الدرب وقال لي كيعرفكم. كيعرفنا؟ ياك ما فايت جيتي مع شي حد عندنا. تفضلوا سيدي، جلسوا جلسوا. فوزيه ديري بنيتي الماء يطيب، نديروا شي كويس ديالها تي الله يرضي عليك. تبدلت عليك شي حاجه وليدي في الدار؟ لا غير واحد الصوره ديال الحاج كانت معلقه هنا. هي كانت، ولكن راه حيدناها، راه اكثر من 10 سنين هذه باش مات. بغيت نشوفها. بغيتي تشوفها؟ اه. واخا وليدي، ودا وليدي عبد المولى جيب ديك الصوره ديال باك الله يرحمه راه في البيت. زيول تبارك الله هاد الوليد عندك الله يحفظه لي. اجا وليدي تجلس اجا. تبارك الله تبارك الله الله يصلح. تبارك الله مرحبا بك يا وليدي. الله لا هو. هو الله لا هو. هو هذا. شكون هو وليد؟ كتعرف الحاج؟ اه كنعرفو وبزاف. الحاج الله يخليك، واش نقدروا نهضروا شي شويه بوحدنا الا ممكن؟ ياك ما كاين باس اسيدي. لا لا ما كاين حتى شي باس. نوض وليدي عبد المولى خرج برا تندوي مع الناس. ياك لاباس اسيدي.
الحاجة، هاد الوليد أنا مربيه، خديته غير مؤخرا أنا والمدام ديالي من دار الأطفال، وتبارك الله عليه ذكي ومؤدب، ما فيه ما يتعيب، غير هو فيه شي حوايج ماشي بحال الناس العاديين. فيما تلقى مع شي واحد كيقول لي بلي راه تيشوف الماضي ديالو بحال راه كان عايش معاه. ولكن المشكل الكبير هو ملي جينا لداركم تيقول لي بلي راه راجلك. راجلي؟ ويلي سيدي اش هاد الهضره كتقول؟ هاد الهضره راه ما يتقبلهاش العقل. هاد الوليد هذا يكون راجلي؟ راه الحماق هذا. انا غادي نوريك حليم باش انا راجلك. عقلتي النهار كنت ناوي نمشي الحج وخليت لك الفلوس كلهم تحت الجليجه وقلت لك اللي ما رجعتش ها باش تعولي باش كبري الدراري. وليدي لهاد الشيطان. هاد الهضره شكون اللي قالها لي؟ هذا راه اسرار داري، شكون اللي قالها لي؟ ولكن الحاجه واش هادشي كاين؟ ايه سيدي كاين، ولكن هذا راه اسراري واسرار داري. منين جابها هو؟ ونزيدك حليمه، نهار العيد الكبير فاش جبت لك واحد الحوليه صغيره وما عجبكش وقلتي لي ردو. اسيدي هاد الدري راه ماشي عادي هذا، وكاينه شي هدور تقالت غير بيناتنا. استغفر الله العظيم. اسيدي هاد الدري راه ماشي عادي هذا، منين شفتوا هاد الدري؟ شكون اللي عطاه لكم؟ انا ماشي دري حليمه، انا راجلك. اويلي على راجلي اوليدي نعيد. اش كتقول؟ هذا راه الحماق، هذا راه ما يتقبلهاش العقل. انت قد هكا تكون راجلي؟ اش كاينه امي؟ ياك لاباس ابني ترى ما بقيت فاهمه والو. هاد الدري قال لك هو راجلي، واش هادي التسطيه ولا شنو هي؟ الله يهديك اولدي الله يهديك. انا ماشي ولدك، انا راجلك حليمه، وفوزيه راه بنتي. يا ويلي استغفر الله العظيم. اش غادي ندير؟ غادي نمشي نرتاح شويه في بيتي. ما دايره التسطيه بعينيها؟